تحت اليوم لما نتكلم عن كريستيانو وكريستيانو حنتكلم عن لاعب كرة قدم من الصعب أن تكون معناها نيمار موجود هنا ولكن سيجلس على دكة الاحتياط وهذا جيد أنه يعني نيمار يكون موجود على دكة الاحتياط يبدو بأنه سيكون هو نجم البي اس جي الموسم القادم الأوحد هو أكيد بعد الانتقاد الكبير الذي ناله في الموسم الماضي هو وحقق مع إنريكي دور الأبطال فهو يعرفه جيدا ففي حاجة كذلك لاستعادة كذلك اسمه هذا اللاعب الكبير اللي أنا أعتقد من أفضل اللاعبين الموجود سابقا شكرا عبد الله العلي الشكر كذلك للكابتن حاتم إذا يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في أوساكا رونالدو تاريسكا يحيى غريب فوفان بروزوفيتش الغنام الأجمي مادو كونان سكرينيار فيريرا هيرنانديز نور فيتينيا سولير لينينا أسينسيو زاير تنتظر بينما البي اس جي والذي يستعد لنيمار والذي يتواجد على دكة البدلاء في يوم العودة بالنسبة لنيمار ينطلق شوط المباراة الأول من هذا اللقاء وصافرة تحكيمية لدينا هنا كرة من ركلة حرة مباشرة من هذه المسافة التصويب الذاتي ولكن نواف العقيدي يتصدى لأول تهديد العقيدي يبعد أولى الكرات الباريسية ويتصدى لأولى محاولات الفريق العاصم الفرنسي في تصدي كان مميز بعد تسديدة السولر الذي أراد أن يضيف لمصلحة البي اس جي عن طريق أسينسيو في نقلة وتمريرة والتصويب لكن في الأخير رايا مرت أوروبا للشباب في الأسابيع الماضية أشرف حكيمي في نقلة تمريرة أسينسيو بعد ذلك عن طريق اللاعب لوكاس هرنانديز ينقل الكرة من الطرف الأيسر وصول من اليسار مرور عرضية ليحاول في اللقطة الماضية اللاعب لامينة كرة منقولة عن طريق الدوم على الصورة كريستيانو يسقط وصلت إلى نواف لامينة يحاول لامينة يتقدم يتوغل من أمام بروزوفيتش ممتاز الكرة كرة ما زالت عن طريق لامينة نواف يحاول فيها لامينة والعرضية لكن بعيدة تحولت الكرة إلى خارج الملعب أعادت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النصر ركلة مرمى رحمن غريب ينقل الكرة إلى الخلف كونان والعرضية رونالدو ولكن سهلة عند حارس المرمى ارتقى عاليا مثلما تعودنا أن يرتقي ارتقى عاليا من أجل أن يصاد شباك مرمى الحارس مرير الوصول إلى الدون كريستيانو يحاول فيها بنقلة أخرى فرصة تأتي للنصر عرضية والأخرى وصول بتمريرة بينية ممتازة فرصة الهدف الأول ضاعت ضاعت الكرة من نوى لامينة في اللقطة الماضية ضاعت الكرة من نوى لامينة في اللقطة التي قد نشاهدها مع المدرب لويس إنريكي فيما هو قادم لكن لدينا فرصة لا تأتي عرضية العديد من الألقاب والعديد من البطولات هنا دكة البدلاء طبعا عودناه وهكذا دائما إن كان مع المنتخب البرتغالي أو مختلف الأندية فرصة لا تأتي محاولة مستمرة جرما بينما هنا محاولة انطلاقة من نوى لامينة يحاول أن يمر لكن هناك السلطان الغنام في التغطية وخطأ عملية اعتراض لإشارة حكم اللقاء في اللقطة الماضية وكرة إلى ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق باريس سان جيرمان من الركلة الحرة المباشرة منقولة كرة عرضية ومثلما راسية في اليسار ممتازة من جانب كريستيانو تسديدة ولكن صدمت في شكرينيار وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية أخطر كرات نادي النصر عن طريق الأخطر كريستيانو عن طريق كريستيانو اللي حاول صر التقدم عن طريق عبد الرحمن غريب في تمريرة كرة الخدوهات يا سلام يا فرصة تأتي من جانب عبد الرحمن عودة إلى الدون رونالدو التسديدة ولكن قطعت عاف عن كونان يتقدم من الطرف الأيسر عرضية ترسل والفرصة مستمرة وهنا التسديدة من بروزوفيتش إلى عبد الرحمن هنا العالمي يتفنن هنا العالمي يبدع هنا العالمي من أجل هدف أول ولكن إلى خارج الملعب يتفننون وبنقلاتهم وبلمساتهم وبتمريراتهم في هذه الدقائق يجدون وصلت إلى نواب لامينة عند كرة لامينة انطلق توقع عرضية تأتي ولكن كونان في التغطية أبعدها حولها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية الشوط الثاني قد نشاهد كذلك اللعب خدوهات هرنانديز عند كرة عرضية
فرصة الجول، ولكن سليم عند كرة عبد الرحمن غريب والعرضية رونالدو. كاد أن يفعلها الأسطورة كريستيانو رونالدو، وكاد أن يسجل هدف الأول، لكن دوناروما تصدي. كان طريق رافينيا ممتاز، الكرة نقلة جميلة، فرصة لنا، سيسيو يحاول فيها ولكن مبعد الكرة. التسلل كان موجود في اللقطة الماضية، التسلل كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة حرة، جرما نقلة من الطرف الأيسر من جديد، بعد ذلك الفرصة من جانب يانوا لمينا، لمينا والتسديد لكن بعيد. فوفانا، فوفانا، فوفانا يحاول عرضية، فوفانا الله! كاد أن يفعلها، كاد أن يفعلها هذا المجنون بذكريات الهدف في أمامه. جالويجي بوفون انتهت الآن، لكن الكرة لم تنتهي والفرصة لم تنتهي. أسينسيو، أسينسيو التسديد الموجودة في تشكيلة نادي النصر، لكن هنا فرصة لباريس سان جيرمان خطيرة تأتي من توالى التغييرات في هذا الشوط الثاني، لكن رونالدو راح، رونالدو راح، رونالدو انطلق، الدور من أجل الجول، الدور بروزوفيتش والتسديد، الكرة ما زالت رونالدو، ولكن تسلل على عبد المجيد سليم، تسلل كان على عبد المجيد سليم. عبد المجيد سليم كان متسللا في اللقطة الماضية، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة، رمية جانبية. هذه كرة تاليسكا، تاليسكا اليوم يعني حتى لو لم يشكل خطورة على مستوى التسديد، لكن لتذكر عندها كرة من الجهة اليمنى، تاليسكا والعرضية، دوناروما في التصدي، سقط هنا رونالدو. نادي النصر بمختلف الأزمنة، كرة منقولة عن طريق السلطان الغنام والتمهيد، لكن في الأخير علم السعودية ماجد عبد الله. نعم بالتاريخ الكبير وبالأرض منقول الكرة، بعد ذلك تصل من على مشارف منطقة الجزاء، ممتازة من أشرف حكيمي، حكيمي عند يسر، سريعة كرة في اليسار، الانطلاقة تأتي والتمريرة إلى الدور رونالدو، لكن دانيلو، دانيلو وخبابي، فيتينيا، زاير أمري وأشرف حكيمي غادروا أرضية الملعب. كرة ستنفذ، منقولة كرة لافة والرأسية من رونالدو كادت، لكن ماركينيوس، ماركينيوس أيضا كان في التغطية، أبعد هذه الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. شاهد الكرة هنا، الارتقاب من جانب بروزوفيتش موجود، تيلس موجود، يرسل كرة عرضية، الكرة ما زالت، دوناروما يتصدى من أن يسجل في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، ولكن هنا يغادر أرضية الملعب. ستلعب هذه الكرة منقولة ساقطة ممتازة، خطيرة، خطيرة كانت الكرة الأخيرة. شاهد الكرة من جانب ماركو فيراتي في نقلة باتجاه حسني، لكن الكرة ممتازة جميلة، ضرب الخط والتصويبة تأتي، ولكن هناك نواف، هناك نواف العقيدي يتصدى في الكرة الماضية، نواف أنقذ مرمى من كرة تنطلق هنا في كرة، لكن طالت على الكرة الماضية لكنها قطعت، عادت من كورسا وعرضية لمصلحة فريق باريس سان جيرمان، مرر بصورة ممتازة، التسديدة من غربي، تمريرة في وسط الملعب من جديد، نقلة بكرة ساقطة، تسلل غير موجود، بعد ذلك الأهداف هنا في ملعب يانمار ستاديوم في ناغاي في أوساكا، ما بين النصر وفريق باريس سان جيرمان تعادل من دون أهداف تنتهي عليه المباراة، التي أرجو أنكم استمتعتم من خلالها، على أمل أن ألتقي وياكم في لقاءات قادمة، تقبلوا تحياتي والسلام. Thank you.